لولو سويعتي الحمد لله على السلامة. جرجي ولا لا؟ بلا جرجي. ولك ختيارك يا زلمة. هلا هلا انت ما تغيرتي ابدا، مبين مكتر المفاتيح. ضيعت مفتاح البيت، استعارت مفاتيح الحبس. شو خلصت مدتك؟ كان بعد لي شهر. اجيك عفو؟ لا، عرفوني برية، طلعوني. أرطب بعد 15 سنة حبس وتطلع برية. ملا حكومة، بويا بويا، لولو السويعطية طلعت من الحبس، بويا بويا. لولو السويعطية طلعت من الحبس؟ وطلعت برية. وطلعت بريجي. وطلعت بريجي. أهلا بلولو غبتي ورجعتي، وانت البريجي حبستي وطلعتي، يا شمس حبست بالليل. أهلا أهلا أهلا. أنا وحدي قلت من 15 سنة لولو بريجي، وانه هي ما قتلت يونس ما حدا صدقني. اهلا بلولو يا ريت عرفنا، عانك جاي لكننا زينا، للشمس الجاي الليل. اهلا اهلا اهلا. اسمعي يا لولو، بهيك الايام ضغطوا علي اضطريت اشهد ضدك. غلطة وصارت خل النسيان يمحي الماضي وحزن الماضي. غلطة وصارت والأيام بتنسيكي وبكرة بترضي. أهلا بلولو غبتي ورجعتي، وانت البريه حبستي وطلعتي، يا شمس حبست بالليل. أهلا أهلا أهلا. اسمع يا لولو، برحمة خالي هن علموني شو بدي أقول، وانت برية برية برية. حقك يرجعني وعي مثل الصحو بيوعي، بيلمع مثل السيف العالي، وانت الزهرة البرية مثل النجم ارتفع. فاطر تفاطر تفاطر.
ما بدها العمين حبست وخلص. وإذا شهدنا عليها؟ ما هيدي وحدة كل ساعة عقليتها شكل. حدا بيقول لك صويعتية وظلمتوها 15 سنة. واعتذرنا لها وخلص. هي حرة تنسى ولا ما تنسى بخاطركم. واعتذرتوا لها. كلكم شهدتوا زور، حطيتوا الجريمة بظهرها تتخلصوا حالكم. سكت! وأنت ليش محتد؟ يمكن هي نسيت.15 سنة كنت بهدني ما كنت بهدني وتصيف وتشتي بدون الدنيا. انسى انسى اذا بقدر انسى. حبسوا ايام السهر مشتاقة للقمر وخلف الطاقة القمر لا سأل عني يوم ولا ودى خبر. وينسى ينسى مثل الكل بينسى. حبستوني انتو وصرخ انا بريء تركتوني ورحتوا عليلو عسهري وما قلتوا في ناس لا عياد ولا حري وبرد وما اقدر اغفى وصور ع هالحيطان شمس كبير شوفوا انتو اتهمتوني بجريمة قتل وانحبست 15 سنة وطلعت بالآخر بريء. فإذن اللي عندكن جريمة دافعة حق سلف اصطفلوا بدي اقتل واحد منكن. خير ان شاء الله. لولو طلعت من الحبس. اي لولو؟ لولو الصويعتية. تشرفنا. واذا طلعت بدك كل هالاهميه؟ القاضي شغله لفوق راسه. شو في يا اخوان؟ سيدنا القاضي عرفت بلولو؟ ما نحن طلعناها وكمشنا المجرم الاصلي وطلعت بريه. نارا يا بنتي. بس حضرتك يلي حكمتها. نارا يا صوفيا صاحبه سكين. وقالت انتو اتهمتوني بجريمة قتل وانحبست 15 سنة وطلعت بالاخر برية. وقالت فاذا اللي عندكن جريمة دافع حق سلف بدي اقتل واحد منكم. بصير هيك يا سيدنا القاضي؟ نحن ما قلنا غيرك. وما قالت مين بدها تقتل؟ حي الله واحد. طيب اعرفوا لنا هالحي الله واحد تندبر له حراسة. بجوز واحد منا. بجوز مدامتك. انا. بجوز حضرتك. انا؟ لا لأنك حكمت. أنا شفت الأكترية بدها هيك حكمت حسب رأي الأكترية. يلا ما بقى في أمان. شوف دبر لك شي طريقة أمنه حراسي لكل واحد بالمدينة. لكل واحد؟ طيب بوليس لك البيت؟ يا ستي ما عنا هالعدد. يعني إذا مش قادرين تحموا الناس الأوفى تسلحوه كل واحد وتعطي سلاح على الماشي. لك ما هن معبيين. أنا رأيي نجيب لولو صويعتي خليها تحط عينها على الشخص اللي بدها تقتله وتعتمد. ما فشرت نخليها تعتمد على ذوقها؟ بلكي اعتمدت على واحد منا.
نحن منا إلي. بترجاكي تسكتي، كمان بدنا نسمسر بجريمة؟ فإذا نشوفه دبروا لشي تهمة ترد على الحبس، وأنا بخلي حضرة القاضي يحكمه. ولك شو بدك بحضرة القاضي؟ خلي دبروا لأدلة مبكلة وما يخلوني أعرف، وأنا حسب قناعتي. سيدنا حكمها حكمها. لك يا عمي هيدي وحدة عقلاتك الساعة شكل ما بتعمل شي. حكمها حكمها. من 15 سنة كنتوا عم تصرخوا حكمها 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 حكمها. أنا بحلف إنه هي قتلت يونس. هيك أنا يا حضرة القاضي. وهلا بعد 15 سنة ومن بعد ما اتضح إنها برية رجعتوا تصرخوا احكمها احكمها، لأنه بدكم تهربوا من براءة عينيها. أنتوا خايفين على أعماركم، شو محسبين عمرها ما إلو تمن؟ شو هيئتك أنت مع؟ شو نعطي ما بتقوم التلفي توقفها؟ خلينا نلبسها تهمة تهديد ونرتاح. تهديد بتنحبس ماكسيموم كم يوم، وبيعمل لها محاميها إخلى سبيل وبتطلع. وضروري يعمل لها إخلى سبيل. يا ست يا مدام، طالما بتدفع بده يضلوا يعملوا لها إخلى سبيل ولو اغتالت نص البلد. دخلك؟ عذكر إخلى السبيل، طلع طلي شوفير بيت الدهان. لك هلأ مش وقتها. يلا ما إلي كلمة بهالبيت. هيدا شغل بيت، هيدا شغل محاكم. كله لحق بعضه. شوف شوف كل هالناس عم بتشكوا على لولو إن طالع معه لأجل الصالح العام. إذا ما بتحبسها بفل عبيت أهلي. يا ريت هيك. ولك يا عم هيدي وحدة مجنونة، مسألوني إلي. يا رأي حدا بيقول لك اخوتي يحكي وعقل يفهم وكراعة حل المشكلة. طيب عملوها مجنونة ورايحونا. البلد ما بتساعد اثنين. انا هلا رايح ادبر طبيب نفساني خلي يعطي بحقها تقرير ويدخلها مستشفى الامراض العقلية. اتكلوا علي. نفرشها بالأسرار. جيت لقيت فيها عشاق اتنين صغار قعدوا على مقعدنا سرقوا منا المشوار. يا ورق الأصفر عم نكبر عم نكبر، طرقات البيوت عم تكبر عم تكبر. Yeah.
هيك مثل ما نك شايف من 15 سنه وهز بنات كلمينهم بيقلوا من 15 سنه كانوا صبيعك سود بعده سودوا اكثر وبيض شعري عم تتعب البوياج اللي مثل حكايتي شو بيتعب بدك تقولي قاعد على مكتب بذكر كنتوا ثلاثه تمسحوا هون انت وفضول وراضي راضي بضل يطلع علي وفضول فضول اجت معه الايام هرب تهريب الدخان من البابور وارتاح برافو دخلك وهون ما كان في واحد فاتح مطعم يبقى نظيف ويعمل معكروني وتبقى مرته سمرة حركة هاي ايه ضل يعمل معكروني طهربت مرته مع واحد طلياني ولوه شو تغيرت الدنيا من يوم ما انا انحبست لليوم وانت عم تمسح فيك تعدهم كم مسحة صاروا ما جربت مع ان الصبابيت اللي مسحتها لو اصطفت بتوصل على اخر الارض تعرف يا جرجي صحيح اني رجعت لبيتي وحريتي بس حاسه اني غريبه وحزينه حتى الحبس منحزن لما منفارقه انا شاعر انه بيتي صار الحبس هيدا لانك بعد ما تعودتي على الحريه الحريه مسؤوليتي وبتلبك مش هيك مش هيك حتى هون ما فينا نقول مثل ما بدنا ونعمل مثل ما بدنا بتعرف وين احسن مطرح للحريه وين مع المجانين لا تخبصي كتير الانسان بيقدر يكون حر وين ما كان معك ورقه وقلم نعم اي تقلك بدنا نبلش بالشغل لازم نعمل ليستا باسامي اهل البلد حتى ننقي الشخص اللي بدنا نقتله من كل عقلك ولك دافع سلف 15 سنه هيك روحوا دعان اي تقلك تفضلي القاضي اجروا 42 المحامي اجروا 43 اسعد بيك الاغواتي والسيد عقيلته والسيد عقيلته شو عزمتيون على كوكتيل ايد اسمك انا كمان ايد اسمك ما انا سكرتيري يي علينا ولك ليش ما بتدر لك نحن رح نأيد كل البلد ونقتل واحد بس لك شانس تموت نص بالالف ما هو اللي مثل حكايتي شانسه عاطي ايه شو بعمل لك بكون عمرك خلص شرف لولو اهلا وسهلا سيدنا القاضي عرفتيني ولو عرفتك اسمك براس الليستا هيا ليستا بكره بتعرف امر الامر انك تلزمي بيتك ليه ما تكتري سؤالات عم حكيكي بطريقة حبية مبين الحبية مبين شو حد يحكي يفتح تم ويضل ساكت أحسن خليهم يراقبوها مظبوط بس ما يتظاهروا في مطار كتير نقدر نراقب منها بدون ما نخليها تلاحظ دكتور نامور بعتتني مدامتك حضرتك الطبيب النفساني يس سر تفضل دكتور ان سايكولوجي اند سايكولوجيست فروم هارت اوف بوستن يونايتد ستيتس اوف امريكا اهلا وسهلا نعم عرفت بالقصة؟ نعم نعم في وحدة مجنونة بدنا اياك بحيلة بطريقة نفسانية تتوصل لوضع تقرير عن حالتها لأن عم تهدد سلامة الناس ومن الخطر تبقى برات المستشفى اي سي فينها بقدر احادثها؟ دبر حالك شرسي عم تقول بدها تقتل بدها تقتل؟ مسلحة؟ اجت لهون ومعها رزمة مفاتيح مفاتيح؟ وإذا كان أنا بعرف ناس ارتكبوا جريمة بالمفتاح كل الاحتمالات واردة إلي كم سؤال بتفضل بتظهر مرات هذه رايقة نعم دكتور وبترجع تنقلب فجأة نعم دكتور وبتتغير كليا نعم دكتور في شيء ولا شيء دكتور نحن موقفنا حرج وخايفين تتأذي حدا من الناس
ولا يهمك ولا يهمك، ما بتعمل شيء. فينها؟ كيف رح تقدر تحادثها؟ هذا شغلي. هلأ بفقاها تقرير بجيبها بالمستشفى الأمراض العقلية فوراً. تقرير مستعجل. Of course, of course. حضرة القاضي، فرضاً هجمت علي، شو بعمل؟ بهرب؟ لا، صرخ. يلا يلا. قتلتيه؟ ما عم يتمشط معي. حضرتك طلبتيني؟ انت الحلي؟ نعم نعم. على حساب مشغول ولا بدك تتغنش؟ خد مشط لي هالبرير. تكرمي بس. بس شو؟ مشطة. طيب حضرتك شو بتشتغلي؟ بعدني طالعة من الحبس، عندي شوية رزق بدبر لي اياهم جدي وانا بقبض. يعني ما بتشتغلي شي؟ كتر خير الله مش محتاجة اشتغلي. تعرف شو؟ انا بس شفتك خفت منك، افتكرتك حكيم. يمكن البرنص الازرق بغش لانه مشترك بين الحلاقين والاطباء. اذا على المشترك في كتير اشي غير هيك. مثلا شوف، دكتور اسنان، كمشات، كلابات، خربر، بدك تقول واشي وايمي. فاني فاني. ودكتور الحنجرة هيدا مثل الحكومة، بيفتح لك تمك وبيلقط لك لسانك. قول فاني فاني. طيب والدكتور النفساني هيدا؟ الله يساعد مرته. يو ار رايت، يو ار رايت. شو قصتك يا زلمة؟ شكلك شكل حلاق ولهجتك لهجة حكيم. قلبي نازلي منك. الحلاق يبقى شخلو وعناعم كأنه خيال الزبونة، بتحسبه صرت عم تحكي؟ يعني أنا ما عم سليكي؟ يقطع هالتسلية، رح تخلص التمشيطة، ما سمعت منك ولا خبرية، لا فلانة تجي تلفنت ولا فلانة شح تتجوز عبت أهلي. يس أنا ما بحب الحكي كتير. إيه أنت الوقت معك تقيل. هيك شوف دكتور؟ يس. يكسر دياتك على هالتمشيطة. طيب قلي لي انت شو هواياتك؟ شو هواياتي؟ انا مرات بحب غني. يو يس مي. اوه ريلي؟ انت شو صوتك، التو ولا سوبرانو؟ هيك ما بعرف، بعرف غني وبس. اوه انا 10 سنين بيانو وصوتي تنور. Mare lucida, l'astro d'argento, placida e l'onda, prospero il vento. Sul mare lucida, l'astro d'argento, placida
هيك الشاب اللي كان اللي بحبك تينشف البحر ونجمات السما توقع مثل الورق الاصفر، عرفتو؟ لا. وكان بده يتجوزني وخطبني، عرفتو؟ لا. يبقى يقعد على هيك المصطبة ينطرني يوميا ويتروق خمسة فول واثنين حمص. ما عرفت. ولك كان يمسح عندك، ما في غيره صباطه أكبر من إجره. لك إيه عرفته نايف ودرع. واي صارت اليوم إجره أكبر من صباطه. ليه؟ عكتر ما بيكدح شطح إيزو. وشو أخباره؟ باللوج بيشتغل سمسار أراضي، رتب حاله مليح وعمر طابق وتجوز. تجوز؟ لكن هيك زمان هني واخديني على النظارة، كان واقف عم يبكي متكي على هالباب وقال لي ناطرك تتخلص الدنيا. بس فكي على الحبس خلصت الدنيا. تاري نسيني وانا كل هالمدة فكر كيف بدي لقيه وقال له تأخرت عليك بدي عوض لك الماضي. بس معه حق يا جرجي، 15 سنة عمر، 15 مرة حصدوا القمح، 15 مرة عصروا الكرمة، 15 مرة اجى الشتي وراح. ما صارك ولا مرة؟ ولا مرة. بعد ما حرمت ايده عم يلوح حبالي وقول وينو ما بزورني وينشغل فكري. مرات اعمله شهيد وقول يمكن مات من الحب مثل ما كنا نقرا عن العشاء. وارجع اقول نايف صحته منيحه وعتعيد، مش معقول يطق من الحزن بيصبر. بس ولا مره تصورت انه تجوز. ايه شو بفكرك، البعد جفا والحب مثل الفرعه، اذا ما تلمع دايما بيطقطق. مع هيدا وكله بيسيطر وبيتحكم. بعالم المساكين الحب ما له هالقوه، الرغيف اقوى. يا ريت نبيت بالحبس، كنت بضل عايش يا عمل شوف اللي حبيتهم. اتصور كيف بدهم يركضوا يلاقوني، العزايم السهرات والفرح اللي من جوا. تاري الناس اقرب الناس الك، لما بتغيبوا بتطول بيكونوا دبروا حالهم بدونك، اخذوا مطرحهم، مرتك ولادك، تختك عم بيناموا فيه، اوضتك كبروا سكنوا فيها. اذا رجعت بتكون راجع من الماضي تخربت حياتهم. اللي بيروح مش لازم يرجع. جيبت لك زوادي. هاتيها وقعدي. هدي يا رجال، ولادك رجعوا اليوم من المدرسة وسألوني عنك، ما عم بيشوفوك. انت بتعرفي هني بيخلوني لآخر السهرة هون، بدي إلها الرزقة، بدي أنطر الناس مثل ما الصياد بينطروا الطيور. رح يردوهم من المدرسة، لازمهم حق دفاتر. ما عندي غيره. يا بو يا جي قدم لي قبلك عرسين أحسن منك. معلوم. شغيل كسارة بلغم بوقع جبل، بس ممكن الجبل يغرقه. إجاني معلم بطون يبقى غاطي عروس البنيات مثل النسر، بس بتعرف بغفلة عين بيجي تحت. نقيتك أنت شغلتك ملزقة بالتراب، حتى إذا وقعت شي نهار تستقليك إيدين ولادك. شو بنا؟ هربنا من الخطر ورجعنا عم ندس حيلنا صوبه بعود عن لولو. انت قلتي شغلتي ملزقه بالتراب ما فيها نزول، ايه بس كمان ما فيها طلوع. اتركيني اخترع لحالي شي خبريه ابقى خبرها لهالولاد بالليل الشتي. قومي روحي على البيت. شو بنا؟ كنا بالاول نضل مبسوطين. وبعدنا احسن من الاول. اشتقت اسمع منك شي كلمه حلوه. خايف لعنا الهوى يبعت مراسيله، خايف لبكرة سوى نضوي أناديله.
خايف لعنا الهوى يبعت مراسيله، خايف لبكرة سوى نضوي أناديله، ويمرق زمان الحكي ويوصل زمان البكي، ويمرق زمان الحكي ويوصل زمان البكي، ونروح لقاضي الهوى عالحب نشكيله. بويا 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 شغل ومنا شغلي، بويا 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 الجو فيها غلي، عالقصاص عالضرباع بويا بويا بويا، بويا 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 شغلي ومنا شغلي، بويا 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 الجو فيها غلي، عالقصاص عالضرباع بويا بويا بويا. رسبالة شوية لونه صندوق أو فرشاي، صوتي داير هون وهون دايما رايح جاي، رسمالة شوية لون صندوق أو فرشاي، صوتي داير هون وهون دايما رايح جاي. خايف عليك تكون عشقان وداير عبواب النسوان، خايف عليك تكون عشقان وداير عبواب النسوان. هوراه من بده يلف غفران، بويا 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 شغلي ومنا شغلي، بويا 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 الجو فيها غلي، عالقصاص عالضرباع بويا بويا بويا. عنا ولاد وناطرين بالضحك بيتسلوا، عالبوابة ناطرين يكبروا ويفلوا، عنا ولاد وناطرين بالضحك بيتسلوا، عالبوابة ناطرين يكبروا ويفلوا. بدو الخبز وعلمو لبسو، بدو اللعب من البياع، بدو الخبز وعلمو لبسو، بدو اللعب من البياع. الله بدو المال والبيت ارباع، يا بو يا بو شغلي ومنا شغلي، بويا 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 الجو فيها غلي، عالقصاص عالضرباع بويا بويا بويا. واحد اثنين ثلاثة ربع، واحد اثنين ثلاثة ربع، كريجي انصاص كريجي اربع، لقي من غماس بويا هبويا. مرحبا يا خال. اهلا وسهلا. نعم الست لولو من فضلك، انا سكرتيرها. اهل المكارم في الهن علامات معلوم. رئيس ابو النور. ايوه ابو الشبك 12 سنه بالقلعه. صبح البدو 11 سنه. اخدت بطار ولد عمي مزوق. اليوم طربشيان 8 سنه بابا. ايوه يا عيني عليك. والاخوان زملاء جداد كل واحد ابو 4-5 سنين بعد ما تثبتوا. لولو 15 سنه. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. سمعنا انه لولو طلعت من الحبس، قلنا ندرن علينا نزورها ونتعارف. معلوم اهل المراجل بتزور بعضها طبعا. بس لولو مش من اهل المراجل. شباك ما هي اللي كانت محكومة بتهمة قتال وطلعت بالاخر برية. برية؟ حط بالخرج لففولها. ايه مين بده لفلفها يا خي؟ لفلفها اللي بلفف القضايا. مسكيني كلهم طالعين ضدها. بالله لا لا لا، بتعرف انك شغلت لي فكرة. اذا هن ضدها نحن معك. معلوم وخلي الكبير يرفع راسه يا اخوان. ما بقى يجوز الروح تنشوف شو بده يصير. ما رح يصير شيء. بده يصير لا تغير بكلامك. ها هاك بيتبطعوا بالبلاد يا اخوان. ما بدي مشاكل. روح روح عدني. عد 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 وقف عد وقف. خليك هيك واقف. ايوه رفع عليك شعر خاطرك وحياة راس المراجل. اذا هي رضيت نحن بنرضى.
مين هالشكلات؟ من الجماعة. تحرية؟ نعم. ليش في شيء؟ حينا عجبهم. ايه ما عندهم شغل بدهم يكسدروا. معلوم الدائرة ما بعد ساعة هون بيعبوا على بعضهم. يا ليون؟ ايه؟ شو؟ ماشي بابا بروح هون يلا. ايوه سلم على الست لولو وقول له بندرس القضية نحن وياها بعدين. طبعا. مشوا شباب. يلا. ايش ساعك بالطريق؟ جاك. ولا مرحبا جورجي. مرحبا. ما عرفتني. نايف ودرع. ايوه وينك يا زلمه بعد ما شفناك؟ الظاهر عم تمسح لحالك. اشغال يا جورجي اشغال. وكيفك بالستات؟ اوه ستات مثل الشتي. شو كيفها بعد ما شفناها؟ مليحه مشتاق لها. ما قد تتجوز والستات مثل الشتي، شو بدك فيها؟ يا اخ الحب ما له علاقه بالجواز والقلب بساع. ما بيروح يوم وبيرجع يا نيف. بيرجع يا جرجي. يا ابو درع. ولا رعد انا تربيتك. ويقطع هالتربيه، شو جابك لها بعد ما وديت الغراض على البيت؟ ما قلت لي بدك تفرجيني يلي كنت خطيطتك. ايه نبر اسكت، روح من وجهي. ولا عم اقول لك روح. هلا بتشوف المرتك، بدي اقول لها انك بتحب الخوطه. روح ولا روح خبرها. ايه اللي بده يخبر مرته؟ حدا بيقول لك مجنون؟ كأنه بوقعنا الليلة بمشكلة. جرجي رح أوصل صوب البيت، هيدي مرتي مش هيني، الله محضيني بالمجانين. إلا لولو بدي أشوفك انطرني. بتتأخر؟ من الدهلة. لولو. نعم. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. كيف حالك يا بنتي؟ نحن فرحنا لك كتير. الله بين الحق. يا رب تنجينا. الداعي فارس بايك، أنا بدافع عن قضايا الشعب. اتفضلي هذا الكارد بيزيد تبعي. أهلا وسهلا سيدنا. بتدافع عن قضايا الشعب؟ قرب قرب. لا أنا وقتها كنت بالمهجر. فإذا ساعدني تأخذ حقي. جاي ساعدك. إذا ولا البنت ناوية تقتلي واحد، أنا اخترت لك شخص مزعبرجي لازم يتخلص منه المجتمع. الله يطول عمرك شو ابن حلال. وتوفيرا لوقتك السمين كتبت له اسمه وعنوانه. زكور الدفترجي. شو بيشتغل؟ واحد سرسر بيوعد الشعب بالانتخابات وبيضحك على دقنه شغلته يترشح ويخرد إلا ويح بس. يعني خصمك الانتخابي. أنا بغار. إذا بتغار غار على مصالح الشعب. ما أنا من غير تجيت. هيدا إذا خلصت المجتمع منه الشعب بيدعي لك والله بكافيك. أيد يذكر الدفترجي. ونحن عخاطرك منحميك. كتر خيركم شوادم يا فارس باي. الله يوفينا تعبنا ويديم ولاد الحلال وناخذ لنا شي 2000 صوت زيادة ويدبرك بشي وزارة مدهنة وهي آخرة صالحة وكنز لا يفنى. التعهدات والالتزامات لحضرتكم والطرقات المحفرة للمواطنين يسمع منكم ويسلفنا تنسلفكم. أيد لي هالآدمي براس اللي استا.
بعيد وبتسبقني من عز النوم بتسرقني بهرب لبعيد بتسبقني يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض لو عينك بعدك لاحقني من عز النوم بتسرقني من عز النوم تسرقني اهرب لبعيد تسبقني يا حبي صرت بآخر الأرض عم امشي وتمشي في الأرض لو عينك بعدك لاحقني كنا تودعنا وصوتك غاب وناداني العمر الخالي ولما عحالي سكرت الباب لقيتك بيني وبين حالي كنا تودعنا وصوتك غاب وناداني العمر الخالي ولما عحالي سكرت الباب لقيتك بيني وبين حالي مشلوحة على بحر النسيان فرقني النوم وكل شي كان مشلوحة على بحر النسيان فرقني النوم وكل شي كان وجهك ما كان فارقني وجرب اسبح وغرقني فتش أنا على حب جديد والناس عيونها علي رقص وضحك وسهرية عيد وكل أصحابي حوالي وعم فتش أنا على حب جديد والناس عيونها علي بطل بيوقع مني الكاس وحدي اللي يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض لو عينك بعدك لاحقني لولو لولو نايف عرفتني اشتقتلي الحمد لله على سلامتك فرحت لك كتير طمني شو صار عندك ولاد اربع صبيان وبنت الله خلي لك اياهم كيفك مبسوط لا لا ضجر شو بدي خبرك مش متفق انت ومرتك لك جوزوني اياها غصب عني هيك بالقوه بدون انتباه اه صدقيني ما حبيتها صدقيني ما بحبها انا من حزني عليكي لما انحبستي انعمى قلبي ما عاد تقشع دبوني هالدبي وعيت لقيت حلها لق لكن بعدني ناطرك وحيات شبابي ناطرك بس يا نايف نايف ابو درع ما حب غيرك بس يا نايف خلي ماضينا يوعى خلي الحب القديم يضوي انديله وكنايف شو عامل بحالك دخلك انت هيك من الاول
يخرب بيتك يا لولو سكنتي عمي القلب، ولك انا كيف حبيتك؟ لك وين خدود؟ اسم الله مثل الطلامي. شو قصتك جنايتي لولو بس؟ تركني اتغزل فيك جرجي، ولك يا جرجي تعا شوف لك عم يصحي قدامي. كل عمري هيك وكل عمرك تحبيني. كان في شاب يحبني وحبه وياكل مثل الوحش، وكان الحب يبارك كل شيء، كان داير بلا شغل وكان الحب يبارك كل شيء. يا ايام الحبس انا عم اركض اركض واتطلع من طاقاتك عالدني. يمكن انا انحبست حتى اعرف الحقيقه. البنت اللي كانت على المرايه تقعد تتعجب خطيبه خلصت حكايتها. الايد اللي كانت بالزوايا تزرع اللعب فلت. الحب ما شيء، يمكن هيك الحب ما كان شيء. انا ليش اليوم طلعت بوجهك؟ لانه ما عاد في شيء بقلبك. شو جاي تقول خلف الكلام؟ شو فيه؟ لا من جوا عم بتصرخ، لعيونك حاملين البر، ولا فيك بحر عم يهدر وشجر عم يتكسر. روح من هون، روح، ضلك رايح تتخلص الدنيا. مع السلامة نونو. نونو قد الترين وكنت غنجنونو. منيح اللي انحبست حتى ما تجوزتو، هيك طلعت بخمستعشر سنة. لو اتجوز وكنت رحت مقبل. اجا نايف، راح نايف، وقف هون قدامي وفل. خيل طاير حط على شجرة وطار، لا على الأرض ولا بقلبي ترك أثر. الخمستعشر سنة كانوا ناطرين دقيقة تيخلصوا. يلي نطرونا بكرة إذا ذكروا العشاء ضلوا تذكرونا، ذكرونا، 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 ضلوا تذكرونا. سوا وصوتك بالليل يقلي وانا عم اسمع بحبك حتى نجوم الليل نجمة ونجمة توقع. نبقى سوا وصوتك بالليل يقلي وانا عم اسمع بحبك حتى نجوم الليل نجمة ونجمة توقع. وخلص الحب وسكتت الكلمة وتسكر القلب ما وقع ولا نجمي. وخلص الحب وسكتت الكلمة وتسكر القلب ما وقع ولا نجمي. ما دار الكلام بيضلوا كلام وكل شي بيخلص حتى الأحلام. ما دار الكلام بيضلوا كلام وكل شي بيخلص حتى الأحلام. والأيام بتمحي حكم الهوى يا هوانا وتفارقنا. ويا أهل السهر يلي نطرونا بكرة إذا ذكروا العشاء ضلوا تذكرونا، 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 ضلوا تذكرونا.
المسافة بين ألي فائدك أخذت خنجر ونولته مثل الهنود الحمر. حي الهنود الحمر.
جون طرابيشيان. موجود بابا موجود. شو صار بالملعب؟ هذا كان في ماتش. ايوه هذا انا جولر. هذا لبطو. هذا فوتبول يجع راسه. برتشي برتشي بابا مارتا صور دي سامولان تونس مزار نغمي كالزرقف. انك زرقف يسرق انك زرقف يسرق انك زرقف يسرق انك زرقف يسرق بابا هدينك درجة تشارلز ونيري هفداتي ميار هاشق نيرو لفد سيباتير تشارلز ونيري هفداتي ميار هاشق نيرو لفد سيباتير بس اشخال شعب اسمه نيرانا تجومي هرانا وينك يا اخ العرب؟ صبح البدوي جا. ايش كان؟ هاني ولد عمي بالحوف يجمعنا. غار وبني قطان يا ويلهن ويه. ارض الفتى بالرصاص ويتم ولده. ارض الفتى بالرصاص ويتم ولده. أيوة. وشمتوا اعادي بنا وتغيرت خاه. ليه؟ غدت سيفي وحساني وتحط على الفرسان. ايوه. والصقر يده. ايوه. وشرب الموت يا حلايي. ايوه. جندلتي فايل وكايل واكرم حديبان ومهبش ومثلش واخدت الطهر يا خاه. ليه؟ يا ضابط للنوبة يا حبيبي ضابط للنوبة لارتاح شوية والنا عيون السود والنا عيون السود تحرش علي. سمع مين اللي قتل يونس؟ أنا قتلت اليونس. آه. ودفعت حقه 15 سنة. عيني وخير وغيره كمان الله العليم واحد لم يدري أحد بي. سلام. بكرة كمان واحد. مين هو؟ بكرة الخبر يلمع وبتعرفوا مينه. أخي عرضك يا ليون ولهيئتها بتقتل. بابا هذا شي بخوف ماشي بيروح من هون. يلا أبو الشباب. أيوة يا خي سمعنا غني لعيونك. سيف المراجل حكم طب الدواء والكلام فردك بإيدك شاعر يمحي ويكتب حكم سيف المراجل حكم طب الدواء والكلام فردك بإيدك شاعر يمحي ويكتب حكم حكم سيف المراجل طايل طايل يكتب قصيدة جديدة خصر الصبية الحلوة مايل وتضوي نجمة بعيدة ولد. سيف المراجل طايل طايل يكتب قصيدة جديدة نعم. خصر الصبية الحلوة مايل وتضوي نجمة بعيدة واحد السيف وخصر المايل والليل ينزل فوق الجدايل وانغبت المراجل مين اللي يلعب حكم عيني سيف المراجل حكم طب الدواء والقلم فردك بإيدك شاعر يمحي ويكتب حكم أيام الصفا دارها وحيي عشيرة هلي زوارها ودارها دار الليالي وأيام الصفا دارها وحيي عشيرة
تقوم والناس يا ناس ان دار الزمن دارها اوف 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 حبيبي ولا شو عم بيصير هون؟ سيدنا القبضيات اللي عندها كانوا عم يغنوا ويخبروا عن مراجلهم والبوياج اختفى له يومين. هالجماعة يجوز يكونوا خطيرين، ابعاد جيب لي سجلاتهم العدلية. دخلك شفت لي جرجي البوياجي؟ سألك بيته. أنا مرته له يومين ما إجا على البيت. جرجي حدا شاف لي جرجي؟ له يومين؟ ومنوش بالبيت. قطيع دخلك وين بده يختفي؟ يا تعطيني ليكون صار له شيء. ولك هيلولو قال بدها تقتل حدا لتكون قتلته. داخلكم جوزي. لا تخافي. اختفى البوياجي. استدعي قوي. بسرعة يا شباب. اختفى البوياجي؟ اه. قولكم قتلته؟ فتشوا كل المطارح. دخيلكم ساعدوني. هدي حالك هدي حالك. خربت الدنيا خربت الدنيا. يي اختفى البوياجي. شوف اختفى؟ اختفى. هيدا راح بسببكم، لا تخلوه يروح رخيص. طلعت براس هالمسكين، الحمد لله على سلامتكم يا عمي. ايه نقت واحد وارتحنا. وارتحنا، الحمد لله على سلامتكم. يا دي اللي قيدت له اسمه بالدفتر. ايه مات هو تعيشوا انتو. الجوع رح يسكن بمعجنة. مصائب قوم عند قوم فوائده. اين ابر اسكت مش سامع. كلكم مبسوطين عم تكذبوا. ايه يلا يلا يا اخوان قولوا له كلمة لهالمسكينة مرت بوياجي. يا مرت جرجي، جوزك كان إنسان طيب ونبيل راح فدا البلد. جوزك من الأبطال اللي بيفتدوا المجموع، دفع حياته ثمن لحياتنا. كان
مثال الاستقامة والنزاهة والمروءة والتضحية وتقديرا لذهاب الغامض رح تمنحوا البلد وسام التقدير. لازم تنعولوا نواب المنطقة. الله يصبري، ما بقدر أقول غير هاي. العوض بسلامتك. الحمد لله على سلامتكم. بدي تاخذوا له بطاره. شدي حالي. العوض بسلامتك. الحمد لله على سلامتنا. منيح اللي مش نحنا. عتك طلعت براسي. زمان ما سهرنا يا. بتجوا؟ الليلة عنا سهرة حلوة. ها؟ شو بكم يا عمي شو بكم؟ وينو جرجي يا لولو؟ وديته. وديته. وديتيه؟ مشوار بعيد؟ بعيد. لوين؟ مشيته على طرقات مسيجة بالورد، وديته على ضيعة الطفولة. وين هو هلا؟ يمكن عم يلمع بالشمس، يمكن تعب ونام تحت شلوفي. مش عم نفهم، ولأنه مش عم نفهم وقفوها. شو هيك؟ بس انت وياه؟ ما في كيان، ما في احترام؟ اسكت! اسكتني. نحن تحت القانون. انتوا موقوفين؟ لا، لأنه البويش اختفى إلو يومين. اختفى؟ وإذا اختفى؟ نحن شو دخلنا؟ يا ما في ناس عم تختفي. وافوريك حواف. البويش خير إن شاء الله. في شي؟ وين كنت؟ بيكي شي؟ وين كنت؟ ودتني لولو لعن جدة. تسلمني الحمد لله على سلامتك. ما قلتلكن وديتو؟ شو ودتك تعمل؟ رحت لعن جدة جبت لها فلوس. ولك لا إيش ما مت؟ شغلت لنا بالنا يا جرجي. لو مت كنا ارتحنا. يخلصونا يموت واحد ونرتاح. رجع طير الخوف يرفرف. الحمد لله على سلامتك يا جرجي. البقية بحياتكم يا أخوان. انتبهوا حالكم يا شباب، انتبهوا حالكم. كانت حزينة كانوا مبسوطين، انبسطت هي حزنوا هني. يلا دنيا. يا أهل المراجل. نعم. هيك بصير في بوجودكم؟ غدرونا. روحوا تمشوا لي قدام بيوتن، اعملوا لي إرهاب. حاضر. ما تقتلوا حدا هلا، تخويف بس وتفتيل شنبات. والخيزرانات عم تفتل بالهواء. طلق أبو الشبك بتكفي. آه يا أبو الشبك. لعيونك. ولا أيوه. مشوا شباب. كنت اللي بدك تروح. صارت. بس مش لبقت له يقبرني مثل المهندس. ايه بيسلم عليك جدك وبيقلك بهاليومين بيجي زورك وبعتلك الفلوس. يا جدي يا جدي. ليك يا جرجي، مش رح انساك، رح اعمل لك بدلة سموكن بتاخد العقل. بس تاني مرة اوعى تشغل لي فكري. الكلام بسرك تأخرنا بالبوسطة على موقف دارينا. نطرونا كتير كتير ع موقف دارينا، نطرونا كتير كتير ع موقف دارينا. لعرفنا أساميهم، لعرفوا أسامينا ع موقف دارينا، ع موقف دارينا، ع موقف دارينا. عالموقف ركابوا لي وبنيا مهيوبين، وشبي إلا صيفوا لي وتقلوا مخطوبين. يا نسمي خيدينا، يا نسمي جيبينا، عموقف دي
نطرونا نطرونا نطرونا. الو اهلا بالحلاق، بدك تسوي لي شعري؟ سوري كذبت عليكي، انا مش حلاق. I am a doctor. وما عاد صوتك حلو؟ Yes, yes. فإذا غني لي سانتا لوتشيا. هلأ مش وقتها. يا ريتك ضليت حلاق، كنت غنيت قوام، هلأ بس صرت دكتور صار بدك عزيمة. انتبهي لي شوي، البلد كله ضدك وعم يتآمروا عليكي يو نو. دكتور حاسي رح جن. يمكن لازم أعطيكي دواء يروق يهدي. يعني أنا عسونين بكفي، سبقني الزمان 15 سنة، جيت لقيت كل شي تغير وبدك تنيمني كمان. انا هلا لو بصير لي اركض خيل بلكي بلحق العمر اللي هرب. معك حق معك حق، وانا جاي تساعدك دكتور. يس بشرفك. انا مجنون شي؟ ابدا ابدا بشرفي. وبشرفي انت كمان مش مجنون. قليلن قليلن. لولو مشكلة، البلد عملتها، البلد خليها تحلها. الموقوفين اللي عندها عم يتفرقوا ليلي بين البيوت بعد ما اذيوا حدا، بس منظرهم بيأذي. أنا كلفتها بجريمة قتل، إذا حكيت عني خصومي السياسيين بيستغلوا الخبرية. كمان مرة بكرر، عقليتها أحسن من عقليتي. أنا بعرف إنه يلي بده يعمل زير نسوين بده يأكل بهدلة مرات ما بيستغني الأمر، لكن حكي هي كان جارح غرقني بالأرض وبالحقد إلها بدالها. لولو تدعوكم إلى حفلة عشاء تكريما لجدها وبيسعدها حضوركم. لولو. حطوني ناطورة الجناين،
تفضلي. ايه لازمتنا على عشاء. ايه منروح؟ منروح؟ كل عمرك تقولي ما الي جريدي هلا منروح؟ لا يا عمي لازم نروح. اولا منبرد امتنا مع لولو، وثانيا كل الجروب اصحابنا رايحين على السهره، وثالثا على خاطرك يا ستي منروح. تفضل. اهلا بحضرة المفوض. حضرة المفوض، ما بتشوف انه القبضيات اللي عند لولو وجودهم صار يشغل بال الناس؟ انا قلت لحالي هالكلام. بتكون فايت عبايتك بتلاقي واحد عم بيتفتل ويفتل بشواربه. معك حق. وين ما بتمرق قبضيات، كيف ما بتروح في قبضياته بالاخر يعني؟ خليني اشوف شو لازم اعمل. شكرا. الله معك. اهلا. ستنا هيدا رعد، جبناه حسب اوامري. اهلا برعد، تعال تشوف. نعم. بالاول انت مين؟ انا نابليون. وشو بده نابليون؟ بده تاج وسيف. وبتعرف تضرب بالسيف؟ ضربتي ما بيهدي علي يا حكيم. فاذا رح نعطيك التاج والسيف. ابو درع شوف خاطره لرعد. خد هودي حلوينتك، وإلك قدن بعد الحفلة وبدك تصير البطل. طيب يا عمي خبروني ليش. أبو درع بيبقى يفهمك شو لازم تعمل. هلأ روح تمشى قدامي. يا عنتر. أه نابليون. يا أبو درع لازم تفهمه مليح شو لازم يعمل. ولا يهمك، ما بيصير إلا على خاطرك. بخاطرك. مع السلامة. كلهن جبنة، أنا بعرف ريح البلد منها. يلا يا اخوان ما بقى بكير، سرعة منخلص عالوقت منخلص، يا ليل وسهر كتير. سرعة يا اخوان صبوا الاكل مليح، رتبنا الصفرة شراشف حمرة عم تلعب فيها الريح. مين اللي اختار الاكل؟ ابو الشبك نحى الاصنام. انا كان عندي عشط البحر، قهوة بيتغدى فيها البحر، بايدي المازة والسمك الطازة، والعش بيقبض باخر الشهر. ابو الشبك ابو الشبك قبل ما يصاحب الخطر والقوة، كان عنده قهوة كان عنده قهوة. معازمنا هلأ بيكونوا جايين، أهلا وسهلا فيهم صرنا جاهزين. يلا يا إخوان ما بقى بكير، سرعة منخلص عالوقت منخلص، يا ليلي وسهر كتير. الهوب 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 ومرتن يا هتوب، هون ما حبيتيني وحياتك رح دوب. عالهوب الهوب الهوب ومرتن يا هتوب، وين ما حبيتيني وحياتك رح دوب. سود عيونيك شمنوني من ايامي سرقوني، سود عيونيك
وين ما حبيتيني وحياتك رح دوم. ميل بحصرك يا صبي تبقي حلي علي الطيب. ميل بحصرك يا صبي تبقي حلي علي الطيب. لوعتيني دوبتيني ولا شو الأسى يا محبوب. الهو بالهو بالهو ومن الدنيا هدو وإن ما حبيتيني وحياتك رح دوم. ما صيفتي ما صيفنا وإلنا الفرصة بتصادفنا. ما صيفتي ما صيفنا وإلا الفرصة بتصادفنا. ولا ناطر بالقلاطر هو الدنيا صيفين شو هو هو. الهو بالهو بالهو ومن الدنيا هدو وإن ما حبيتيني وحياتك رح دوم. الهو بالهو بالهو ومن الدنيا هدو وإن ما حبيتيني وحياتك رح دوم. حلو. ايه كيف لقيت لي هالسفرة؟ ملوكي. الله. انا شايف عزيم بس مش هيك. ايوه الشهر الماضي في حارس كريم بيعجبك عزمنا. كنا شي اربع بوياجي وثلاث مبيضين ومجلخين مع نسوانهم. عامل اكل بس وين. صحيح في اكل كتير بس الله يسامحها لولو جابت هالعشي نزع الهيئة. ولا بتعرف كلمة فرنساوي؟ بتعرف ألماني؟ لشو عمل أكل فرنجي؟ إيه بس أكل كتير. هيك ما خصني ما في مزاد. وين الكوسة بحر؟ وين البقدونس مزحينة؟ بزر وقضامي ما في؟ بس ترمس وجهك ما في كمان بابا؟ ترمس ما في؟ أنا بقول غير هيك، حرام. هالأكل بيطعم 100 شخص، بينما في ناس مش قادرة تاكل أو تحط ولادها بالمدارس. صحيح. مزبوط. كل جاك بغدي سنوية. دخلك انت وين حط ولادك؟ بالمدرسة الاعدادية. ولك يا معتر بينهبوك. انا لو مطرحك بشيلهم. وين بدي حطهم؟ حطهم بالحبس. معدوم الحبس مدرسة رجال بكفي ما في حق كتب وبيعلموا لك اياهم صنعة. صنعة مثل شو؟ بيطلع الولد الشاش كراسي. حياك سلان عينا لا تعباية خرز. حدا بيقول لك شي شغل محبيس؟ اذا شي ولد زبط مليح بيطلع ابضاي بيحمي لعبة قمار. مزبوط. بيعمل زلمة زعيم. أيوة. وزلمة الزعيم زعيم. ايوه شوف ولا يهمك العريف بربر افندي صاحبي انا بحكي لك ايه دخل لك اياهم بدون فحص. ايه بس كيف بدهم يبقوا يروحوا يجوا؟ بطريقه على العدلية خلي اوتوكار الحبسي خدهم من على بكره ويردهم من عشيه. هاي عم يتابعك عجبتني كثير هيدا. وقفهم. مين هيدا؟ قلنا الكم فعلا كل شيء بالتفاهم بصير. ابو الشبك. نعم ابو الشبك. نعم شفنا سجلك العدلي. لا حكم عليه. يوسف البوري الملقب بابو الشبك أسبوع حبس مع وقف التنفيذ بتهمة ضرب طروبيل. سيدنا كان في رف لقوز. هذه هي رف لقوز هذه المراجل. ليون ترابيشيان. موجود بابا موجود. أنت محكوم يومين حبس بجرم نقل سكين بكباس. ما فيك كلاشينكوف بابا؟ لا. وين راح يهو؟ لك يا حيف يا حيف عرجل. صبح البدوي. خط بطار ولد عمي. اي ولد عمك؟ انت متهم بخلاف على ستايلة قريشي. ادري ادري. لك يا اخ العرب ايش بي شرشعتني خلاف على ستايلة قريشي ولا على ستايلة قريشي؟ لو كان على كاس معزة كان فيها وما فيها ستايلة قريشي. سيدنا رانا نسجل العدل تبعي. اسمعوا كل جريمة انا عاملها بتهز جبين. ايوه انت مش عامل شيء. انزعت كيف ما عامل شيء؟ ما عامل شيء سجلك نظيف. شو بعمل ليه؟ اذا كان الحكومه ما بتسجل الجرائم الكبيره. انتوا موقوفين والعزيمه يا سيدنا.
بسيطة، هزمكن أنا. حياة شرفك، نحن اللي عازمينه. يا خي ما تختلفوا، اثنينكم معزومين عندي. ما في خلاف، المهم تفضلوا. تفضلوا. طيب، طيب، تفضلوا. تفضلوا. شو عليك؟ تفضلوا، تفضلوا. شي عجيب. جدي اهلا وسهلا، نورت النار والشمع الاحمر بحق النار. اهلا وسهلا، نورت النار والشمع الاحمر بحق النار. يا ليل وطار، يا حلو وطار، لبيبة بيبة بيبة. الذهب بجيابه، الكرم ساكن ايدي، ولاده سبعة كل واحد ببلاد، نطرهن نطرهن تا يرجعوا من غياب. Yeah.
كانت حلوة الليالي والهوى يبقى ناطرنا وتجي تلاقيني وياخدنا بعيد هدير المي بدي حطك بالأبو نزال بعد نزال 100 سنة 1000 سنة 1,000,000 سنة نزال دخيلك بس ليك يا أبو درع أنت اللي ربيتني بهالشغلة أبو درع عيب عليك لا حدا يفتح تمه شو هالعمل يا نايف ما دل هيك اسأل مدامتك بس ولا كلمة قوليلن إن شغلتك كان لازم تقتلك امتي؟ نعم انا عزمتنا وكانت لطيفة هلا عم بتبيضوا وجوهكم وكلكم بدكم تتخلصوا منها انتو جبنا شو هالحكي وحدي مثل هورة اسكت يا مزور الانتخابات نعم كل عمرك تزود حاجي فضايح يا اخوان روح ضد مرتك اسكت روح ضد مرتك مجانين فلتت الدولة عن الناس خلصت الحفلة خدني لعندك يا جدي المجنون له حق حاكم العالم الطيارات رمادية مثل الترغل انفجار القنابل فض بلون الشمس ناس بالخنادق ناس بالبارات العدالة كرتون الحرية كذب صار الحبس كبير وكل حكم بالأرض باطل حلو يطلع الضوء
يضحك للنار. أهلا وسهلا نورت الدار، والشمع الأحمر يضحك للنار. يا ليل